مرحبا بكم مرة تانية. انطلق المؤتمر الدولي الثالث للعلاج بمنتجات النحل، انطلق وبدأ أعماله في القاهرة، واستضاف هذا المؤتمر المركز القومي للبحوث بحضور مشاركين من أكثر من 30 دولة. من ضمن فعاليات هذا المؤتمر مناقشة فروع العلاج بالنحل والممارسات الطبية والتكميلية والبديلة المستخدمة في جميع أنحاء العالم، وسلامة وأمان العلاج بمنتجات النحل بكافة التقنيات العلمية والعالمية. تفاصيل المؤتمر ده يضم 33 دولة من بقاع العالم، أتوا ليقدموا ما ابتكاراتهم وأفكارهم وما توصلوا إليه، لأن مصر دي تعتبر أم النحالة، هي أول من استأنس النحل منذ 7000 سنة. ويأتي القرآن الكريم ويعطينا آية معجزة باسم النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذل يخرج من بطونها شرابا مختلف ألوانه وفيه شفاء للناس. ويأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعطينا 23 حديث صحيح في خاصية النحل وهديه الطبي، حتى الجرعة إذا استطلق بطنه أو عرب بطنه فأسقه عسل 4 مرات، فكانت الجرعة متعددة، فهذه أول إبداع للجرعة. فكل هذه الأشياء أتى إلى المؤتمر متعددين من دول مختلفة، كل يقدم تجربته. والآية المفضلة للنحل هي الله سبحانه وتعالى أوحى لها لإعطاء الغذاء والشفاء والدواء في نفس الوقت، أيضا أنه منشط لأن هو لتلقيح النباتات، فهو خير فيها من هنا إلى يوم أن تقوم الساعة. المؤتمر الدولي الثالث النهاردة بيتكلم على آخر ما توصل إليه العلم في العلاج بعسل النحل. النحل عامة بكل منتجاتها، شمع عسل، العسل ذات نفسه، بل الهواء المحيط بخلية النحل، كل دي أبحاث بتدور حوالين الثلاث محاور دولت بحيث يبرز للعالم ما جاء بالقرآن الكريم فيه شفاء للناس. ذكرى فيه شفاء للناس نكرة عشان الناس تبحث وتعرف إيه هي بالضبط الأمراض اللي ممكن يعالجها عسل النحل أو منتجات النحل بمعنى أصح. فدي كلها بتتناولها النهاردة المؤتمر إن شاء الله، ونتمنى نطلع بتوصيات أو بأدلة جديدة تثبت أكتر أو تزيدنا إيمانا بقدرة الله سبحانه وتعالى في أن القرآن الكريم قرآن صدق، يعني يبقى هداية للناس ليوم القيامة إن شاء الله. إحنا لنا مشاركات عديدة في جميع أنحاء العالم، ولنا اتفاقيتنا مع المركز القومي للبحوث ولتأصيل نشاط النحل ومعرفة فوائد النحل الدوائية ومنتجاته. إحنا لنا كثير من البحوث بالمشاركة مع المركز، الحمد لله يعني وصلنا إلى مراحل عظيمة جدا ورائعة في تأصيل هذا العلم واستخراج كثير من الفوائد من منتجات النحلة، سواء من العسل، من البروبليس، الغذاء الملكي. وصل يعني إلى مجموعة كبيرة من البحوث في هذا المجال وفوائده الطبية، والمركز جزاهم الله خير يعني بذلوا مجهود جبار معنا في هذا المجال. وحقيقة أنا لا أستطيع أن أعبر ما في خاطري تجاه هذا الوطن الغالي، وطننا مصر، ونحن سعداء بأن نكون شركاء في هذا المجال وفي هذا العلم الذي ينتفع منه البشر وينتفع منه البشرية كلها، خاصة مع ما داهم العالم من هذه الأمراض الجديدة والخطيرة. طبعا العلاج بعسل النحل ده من قديم الأزل ومذكور في القرآن، فيه شفاء للناس. وطبعا المركز فيه أبحاث كتير بتتم على استخدامات العسل والطب البديل عموما في علاج بعض الأمراض، واستخداماتنا للعسل أو الطب البديل في علاج الأمراض بيتم بتقنية علمية، مش أي حاجة ومش بأي طريقة، لا، بتقنيات علمية وببحوث علمية معترف فيها دوليا. نتشرف هذا اليوم في مصر الحبيبة، نتشرف بتقديم أحدث المستجدات في العلاج بمنتجات النحل بما فيها العسل والمنتجات الأخرى. دراستنا تتحدث عن استخدام العسل كعلاج
رئيسي في معالجة جائحة كورونا كوفيد 19. أثبتت الدراسات العلمية جدوى العسل بنسبة 83% من الناس المستخدمين للعسل كمناعة وكعلاج وكوقاية قبل الإصابة بكوفيد 19. إن العلاج بمنتجات النحل أصبح من الأهمية والضرورة اللي الناس توغلت فيها بشكل كبير جدا، وخصوصا الباحثين والدكاترة، خصوصا إن الحضارة القديمة الإغريقية والصينية والمصرية كانوا بيستخدموا الحاجات دي في علاج بعض مشاكل المفاصل وغيرها يعني. وزي ما بيقولوا كده دايما إن عسل النحل للأكل وسمه للدواء، فاحنا فالمنتجات بتاعه نحل العسل يعني منتجات مهمه جدا، واصبح لها يعني باع كبير قوي في دول كتيره جدا، وخصوصا الدول المتقدمه دلوقتي اصبح في مراكز وعيادات خاصه متخصصه في العلاج بمنتجات النحل. فانا اعتقد ان المؤتمر ان شاء الله هتطلع بتوصيات مثمره ومفيده جدا لصحه الانسان باذن الله. المؤتمر يعتبر الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط، يشارك فيه أكثر من 300 حاضر وأكثر من 30 دولة مشاركة معنا في المؤتمر، وأيضا أكثر من 200 بحث التي يعني تقدمت للمؤتمر، اختير منها قرابة 40 بحث للمشاركة في هذا الحدث الكبير. على مدى 3 أيام سنكون بإذن الله مع الموجودين والحاضرين المشاركين لنعرض الجديد في مجال العلاج بمنتجات النحل. فنريد أن نغير الصورة النمطية ونبني يعني توجه لتأصيل هذا الجانب، تأصيل علمي دقيق حتى ينتفع منه البشر بإذن الله.